هل يقال إن الصحابة اختلفوا في مسألة رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هل يقال إن الصحابة اختلفوا في مسألة رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه في الإسراء والمعراج؟ لا، ما اختلفوا في هذا، إنما اختلفوا في تفسير لقد رأى من آيات ربه، هل رأى الله أو أنه رأى ما من آياته سبحانه وتعالى. الرسول لما سئل هل رأيت ربك قال نور أنا أراه، في رواية حجابه النور، فلا يستطيع أحد أن يرى الله في الدنيا وهو على قيد الحياة، إنما يرى الله في الجنة إذا أعطاه الله القوة على رؤية الله. موسى عليه السلام لما سأل رؤية ربه قال الله جل وعلا لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل اندك وصار تراب، فكيف بموسى اللي هو لحم دم؟ الدنيا ما أحد يرى الله ببصره، إنما يراه بقلبه، فمحمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه ليلة المعراج ولم يره ببصره.